نظمت المحافظة الشمالية بالتنسيق مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان مبادرة الفرع المتنقل للتمويلات الإسكانية. نعم، هذا وهدفت المبادرة إلى تقديم الاستشارات للمواطنين الراغبين في الاستفادة من برنامج التمويلات الإسكانية، ومن المقرر تنظيم مبادرة الفرع المتنقل في جميع محافظات المملكة بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين وفق جدول زمني محدد لذلك. الفرع المتنقل للتمويلات الإسكانية مبادرة مشتركة أطلقتها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بالتنسيق مع المحافظات لتخدم من خلالها المواطنين الراغبين بالتعرف على الخدمات الإسكانية الجديدة والبرامج التمويلية المتنوعة. تسعى دائما المحافظة الشمالية وبقية المحافظات على خلق فرص، شلون أن احنا من خلال هذه الفعاليات أن احنا نقرب حق المواطنين. يا طبعا التوجيه بالتعاون ما بين وزارة الإسكان ووزارة الداخلية، وتكون من خلال هذا المعرض المتنقل أهداف عدة وضعها القائمون على هذه المبادرة، أبرزها تقديم الاستشارات للمواطنين الراغبين في الاستفادة من برنامج التمويلات الإسكانية المختلفة وإطلاعهم على أحدث الخدمات والبرامج التمويلية المتنوعة التي تطرحها وزارة الإسكان بالتعاون مع الجهات المشاركة في هذه الوحدة المتنقلة. الصراحة يعني أنا أول ما دشيت المجمع يعني تفاجأت، يعني هذا شعور زين يعني أنهم متواجدين عندنا في الرملة ويقدر الواحد يعني يبدي راية أو يسأل عن اللي هو الموضوع مال السكن ويشوف الموضوع، يعني دا يبغي يعني اللي هو قرضه وارض او يبغي يعني يراجع عن طلب ماله. مبادرات الفرع المتنقل مالت وزاره الاسكان هي احدى المبادرات اللي قدمتها وزاره الاسكان، وما شاء الله قاعدين نشوف منهم وايد تقدم نوعي من حيث انهم قاعدين يوصلون حق المواطنين، قاعدين يوصلون حق المراجعين، ودائما قاعدين يردون على الاستفسارات بحيث ان احنا نقدر الطلبات العالقه، الناس اللي تبي تقدم تمويلات على طول قاعدين يردون على استفسارات المواطنين بخصوص اي واحد حاب انه يقدم تمويل او يقدم طلب او يقدم الى ذلك، وتعاوننا معهم كان جدا طيب. فكرة التواصل مع المواطنين من خلال الفرع المتنقل انطلقت من المحافظة الشمالية لتشمل جميع محافظات المملكة لاحقاً بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.